السلام عليكم، صباح الخير. ايوا الخل بعيد شويه، برمس هذا شويه وانا خفيف خفيف. شو صبحت وكيف حالكم وكيف انتو؟ نحس اليوم شفتوا اللي البحر بايض طول الليل، يضرب جفتي زمر ما ليوة هالنمونة من كثر ما رمست، واصبحت اليوم حتى احس متيود. هي والله لكن ظهرت الطاقة السلبية، بالرغم اني انا ما ايد هالطاقة السلبية، لكن الحمد لله رب العالمين اظهرت ابوي كل اللي في الخاطر من هاك الشيء اللي ياني. فالحمد لله رب العالمين اصبحت بخير وسهالة ورقم واحد، ومرة ما اشكر من باس، اموري طيبة ومن حسن الى احسن. ومن دق الباب ياه نعم، من دق الباب ياه الجواب. يحافظ على هالطويسات يا يا تبوي من غزر مال ظهرات مكان بعيد غازيات من اخر الدنيا. وسامحوني اليوم على التاخير، عاده شيء خارج عن الاراده. المراد اموري طيبه وكل شيء زين. اليوم الاحداث ان شاء الله بتكون شيقه، شيء زياره. اول شيء بس الحلاق، ما بحلق لحد يحاتي، بنعدل ابويه هذا الخط اللي يسمونه بين الخان واللي، هذا خط هنيها يتحدد يستوي شخص صغيروني، هاي يسمونه الفاصل بين الخان واللي، انا اروح مسمنه تو حين ظهرنا الاسم هذا. هي هذا يسمونه الخط هذا تحت بين الزلف واللحيه، هاي خط صغيروني، هذا يقول لك اسمه بين الخان واللي. المراد بنعدل بنسبق الزلف وبنتعدل بنزين بنصير بنخف الراس شويونه، وخلاف بنصير جزيرة السعديات. جزيرة السعديات هذه لها ماضي جميل من أجمل الجزر اللي في الدولة. جزيرة السعديات موجودة في أبوظبي، بينها وبين أبوظبي أقل عن 50 متر جسر يربط بينها وبين جزيرة أبوظبي من طرف الميناء وين زاهية. المراد بتعرفون ليش شو سبب الزيارة وليش بسير وكل شيء، هالأمور هاي خلاف بشرحها لكم. وبرد أبوي بشلق شيري، واليوم إن شاء الله سيرتي دبي. دبي بيلس الخميس والجمعة والسبت. السبت إن شاء الله غداية في شنتي أبو ظبي، ضروري أشتل إذا الله جعلنا من الحيين من دبي الساعة 9، على أساس إني أكون الضحى العالي قرب الأذان أصلي الظهر في شنتي أبو ظبي، لأجل لازم شيء بعد عندي تغطية معرض إن شاء الله، معرض المرابع اللي في أبو ظبي اللي في فندق الفيرمنت، بتكون التغطية بين الساعة 2 الظهر والساعة 4 قبل الافتتاح، قبل ما يمتزر المكان حريم وتمتزر البقعة، ما أروم أغطي على راحتي رمس وسوالف وتصوير وعندك ودونك وكاوكي، فيخطف علي الوقت والموضوع بساعة يستوي 3 ساعات. فلذلك حددنا موعد للتغطية وعرض البوثات وش اللي موجود، فلذلك دخيل والديك لحد يتأخر من بعد الساعة 4 أنا ما برد، لأن الافتتاح الرسمي الساعة 4. فاللي ممكن تبقى تعرض اللي موجود عندها من أغراض تكون موجودة من 2 لين 4 ساعتين، أكثر عن ساعتين هبيالس. فالحاضر ممكن يخبر الحاضر ممكن تخبر الغايبة، هي لا تقول ما قلت لكم. هذا أولا. وثانيا البرنامج دبي يكون برنامج حافل، اليوم برنامج دبي بيكون حافل في مكان ما جديته، سمعت عنه الكثير وخبروني عنه بعد الكثير ويمدحونه الكثير، وماركة عالمية يعرف عنها الكثير، لكن ما برمر بس عنها إن شاء الله لين أوصل إذا الله جعلنا من الحيين إن شاء الله. بيكون إبراهيم توفيق بيظهر منه شيء بعد ظاهرا، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بعد شعر سماوي كل شيء يستوي عندي أنا، شو المشكلة؟ أقول لكم إبراهيم توفيق بيكون أبوي اليوم، بيجي إن شاء الله بالعين هو. قلت له بدال ما تيني أبو ظبي أظهر بالعين تلاقى هناك، قال إن شاء الله شورك وهداية الله. اشتل وياي من أبو ظبي إن شاء الله المهندس مدير أعمالي مهندس منهل، وبيشتل وياي محمد السويدي الله يسلم، ومنو بعد؟ نسيت والله.
نحن تجيب مجموعة خفيفة، اثنين ثلاثة، ما شيء زيادة. وإن شاء الله يستوي التصوير والسوالف، وعندك ودونك أمور وايدة. يلا بنرمس خلاص، حسب ما تقل اليوم على السناب، حساس يكون اليوم شوي السناب أخف، لأن البارحة هوست على تريتش السناب تهوي والسب هذاك اللي جايب ويمن وادي السحتني الغول المنحني، هذا هو اللي خلاني البارحة أغرد. لكن بس خلاص، ترى على فكرة لا بني بلطاري لا هو ولا غيره ولا المتسلقين، حسن يسمونهم متسلقين، ما بني بهم طاري ولا بنسوي لهم كبرة بخت، من بون محد درافهم في الدنيا العودة. ليش أنا أجلس أشهرهم وعلى حسابي يزول الخير فيهم؟ تعال. ليش 24 ساعة بيض 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 بيض، ما ياكل لا سمك ولا دياي، ما ياكل إلا بيض، بتموت. ليش؟ ليش يا كبار لازم ناكل بيض؟ ليش؟ قانون؟ شرع؟ شرع هذا؟ ليش؟ أنا لك فطور، فطور لازم بيض؟ أيوه. لا بيلاحظ أقول لكم الياسمين كله ميموم يم، يام منه يم. شو ما شاء الله في خلال ثلاثة أيام تبارك الرحمن، قب قبة ياسمين بغل ورق وأغصان وأفرع جديدة. فمثل ما قلت لكم، كل شيء في الدنيا له وقت، له حتم، له قانون. يعني شو أحيي إذا أنك تيز وقت اليز، حتى الدبش، حتى الدبش هذا وقت اليز. الحين اللي عنده دبش هذا وقت اليز، من يعد ومن هوش، اللي عنده بوي هوش يز، واللي عنده يعد يز، يخليه صمع مرة كشلي بيظهر هنا الشعر الجديد وبيقى ذيك شيء زي بحالة الله. الشيء نفس الشيء تجريد عد حين يتبطل التقميط، لا بد حين يتبطل خلاص، عاد يتبطل هذا التقميط خلاص. وينه عاد بي ترى يود شو اسمه شامبي، يا الله خارب وي عند النخل. هذا لازم حين يتبطل خلاص، هذا المراد منه ان اول يومين ثلاثة يتقمط، تتقمط الشتلة عسب يوم بتيمها تيم مرة. شو ما شاء الله، شو ما شاء الله تبارك الرحمن. وعلى فكرة اللي بيقطع وبيقطع الياسمين مفروض الفجر او المغرب، وديتين يا المغرب يا الفجر. وش سبب الشو؟ وقت ريحة الياسمين تفعي الفجر ويظهر الشمس. هب الضحى، الضحى ما شي فايدة في ريحة، يا غير ريحة عادية، لكن أحسن ما يكون أنك تقطف الياسمين الفجر، يا الفجر يا المغرب. واحمل ما يستوي الظهر القايم مثل هالوقت، ما يستوي يا المغرب يا الظهر، يا المغرب يا سمونه يا الفجر. شو الحين هذا؟ هذا ترى زاهب الحين، هذا بس يحسونها ويشلونها ويحطونها عاد في يلفون بجريده ولا في يونية عيش ولا يحطونها في بخار يلفون ببرنوس. انا الف برانيس. شو على فكره هاي الحين مفروض يكون حجمها مترين، حالها حال هذيك. لكن شو السبب؟ لان هاي بخرب عليها، مضلله عليها، وانا ما بهاين علي عقهن هاي. لكن هالفايده حن في هاي الهنتين، هن اللي فيهن الفايده هاي خلاص حي تلايا منها. شيء مشير ما يحب الظله، شرات النخل، النخل ما تروح تزرع في ظله. شو ما شاء الله هذه ترى اخذتها هايج، لكن هاي تشوفوا تحت لانها في الظله طالعه وين لين المحزن. وهاي ها اطول عني ما شاء الله تبارك الرحمن. وشو ما شاء الله الثمر يبعد عن الارض ذراع. مثل ما قلت لكم اذا بتدخلون على اليوتيوب بتشوفون اذا بتبذر بذره الفيفاي، بذره الفيفاي تبذرها في شهر سبعة عز الحر، لكن تبذرها في شو؟ في محميه في بيت جرين هاوس، وتخليها لين يظهر سهيل. يظهر سهيل هي طول ذراع، ذراع ونص تقريبا، تنش وتنزلها للارض في شهر اول شهر عشرة، تثمر وتزهر ويا النخل وتاكله ويرطب. الحين هذا الناتج اللي تشوفونه من يقيض يرطب تاكله. هاش عندك
انت يلا 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 يا المنهج من هتر مرة ما كان هالنمون الأول حتى هذا فقيث حاشه القاصر والله يون صاحي ما حد خير عنهم ما يكملون أسبوعين ثلاثة حنا ما قال له حل الكويت تخمكر إيه عاد اليوم الخميس هذا أبوي اللي بيسيرون البحر ياهم النيشان ياتكم الهويات خلاص أبوي من تشوف أبوي يلهو طلع عنهن يتنسخان شوية يتنسخان وهو ماشي هذا كل السيد حين عاد شوف في خلال 10 أيام الجايات هايل شو بيغدن الوحدة غادي طول الريال بمرتين أطول عن مترين ونصي غدن يوصلوا لين فوق يتعظمن ويغدن بخير وسهالة ولهم مسمودات ومعالجات ومرشوشات عن كل سقم فلذلك الحمد لله أي شيء تعتني به أنت يا الإنسان يغدي في منتهى الروعة لحد يسأل عن الورد اللي هو المحمدي اللي هو مال مدينة لا هذا خلاص حينه وقف موسم لين اشتاء من يجيبوي الشهر 11 بعد حشوه يم مو يم كل من برد الوقت كل من زان عكسك انت يا الياسمين العكس مر قالك شيء قال عنه شتوي وشيء قال عنه صيفي الصيفي هو الياسمين والريحان والمشموها كله صيفي والشتوي اللي هو المحمدي والروز والورود بأنواعها شكرا شامبي ها جزاك الله خير شو ما في غنية اليوم ها اليوم لا ما شيء اليوم ماشي شكرا هاي بويت سيرة العودة حطيناها في المدخل طاش قاعد تزبد هاي ظاهرة من غزر مال ظاهر من غزر مال اللي الباحه اخذناه الهبوي اللي تهلعت على هاي الكوميدينه هايك الزرقاء اللي بهايك الحكي اليوم التحفه هايك الفنانه والله بكم من الف والله شو بسوي عاده اليوم بوي فتحت الصندوق واظهرت لنا من هذا الشيء الطيب ودخنتنا وروحتنا فيه يعني شيء غير من هايين هالعام بعد والسنه اظهرت المجال تسيره الكبير وياي كمية والله ما أدري ليش تقايس علي عارف الحين بيعرف هذا اللي يحفظكم عنبرة الزرق هذه عنبرة الزرق ما تنحط صيد على الضوء لا من تزبد العودة حطوها في نصها وتنشقوها في روس وتازم الريح يا أبوكم اتغني يا لي يا حي الحياة يعلك الجنة يا عوشية بنت سعيد بن أحمد بن خلف بن خدية القيسي يا الله يا رب تغفر لها وتغفر إن شاء الله للمؤمنين والمؤمنات تغفر للمعازيب وتغفر للناس وتغفر للمسلمين الكبار والصغار وترحمنا برحمك يا رب العالمين شكرا الله عليكم يوم يكون عنبرة الزرق شو ما زين إيش قاعد تطبخ إيه مش أي عنبرة الزرق لازم تكون ظاهرة من غزر مغرب شوف الله عليك أنا لو بعد لا الله لو بعدني أبوك بن عش زار ما لحفوني ما بهاين علي تسريت ما زين الريح الطيب ما زين الريح الطيب تبارك الرحمن تختبن ها يقولك العود الطيب ما يحر ترى العين ها لو بتبرج لو ها لو أبدا ما تحس كان الدخانة تخطف عليه السب انه شيء طيب لكن عاد قلة مدة تحمل وحد يطلبني والله لو دواكم على الموت انا شو اللي يخليني ارمز بسعادة شو اللي يخليني اخبركم كان شو اسوي الزين زين الحمد لله رب العالمين شو تبطي تفوح ها هذا بقول لك العود الصنفي ايه لك انا بقول ظاهر من غزر مال هذا العام جاي يعل ان شاء الله عمرها عمر شعيب النبي اللي من دبتنا صنيديج فيه العود وفيه الزعفران فيه البهانس الحمد لله هذا عنبر الزرق يا ربي تجسر وحدة طاحكي بيها تحقق علي هناك بعد هناك يا ربي موت المايت
ايش هذا عنبر الزرق بل حط طالعني منكم لك ريحته يا ابوكم غير نمونه هذا عادي تستعملون علاج علاج ودوى وهذا لكن يا ابوك منو يدخنوبه يدخنوبه عاده منو الغالي اللي يسوى نوم العين يدخنوبه الانسان اللي عرف قيمته هو هذا العود الطيب والزعفران الطيب ولا بس هذا والشيء الزين هذا ينظهر للإنسان الكديد إنسان الطيب إنسان الخير هذا الملغوث اللقاي ما يروحونه إلا بليوت يلا برايكم الحين ثلاث نمونات هذه النمونة العام جايتني من عند عرب يصلى على دايل ثوبهم وهاي العنبرة الله يحفظكم هاي تسيرة تنتين أم خلفات من حياة أمي إلها الجنة من حياة أمي إلى الله غفر لها في الصندوق نزيد هذا أنا ظهرت من جسمي هنا وهاي الحدم تعطني إياهن بعد ما تذكر منه تسيرتين على كبر حبة القهوة ولا هاي بعد مياياتني من صاحب صديق هاي ثلاث نمونات وكل وحدة أخير عن الثانية أخبركم شو السر ها مال هاي التسرتين الله يحفظكم التسرتين هاي حياة ماي عادتنها لما محمد المدام عادتني يا قبل 15 سنة من تتوفى هاي التسرتين والتام مات عندها هن ونضير الدهن عود أول ما طاحت بنتي سارة قبل 30 سنة ونضير الدهن عود شي تعملي شويون تعمل منه ربع طوله لو نص طوله كثيرو هاي العنبرة الزرق هاي ظاهرات من غزر 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 مال اللي يعرفون وين أطري آلاف مؤلفة عاد الناس هاي اللي يعرفون وين أطري طبي ودبي والعين هاي اللي يعرفون وين جاية سيارات عنبرة الزرق هاي من اللي عمرها من 15 و20 30 سنة معروف عدم وين ظاهر ما حد يقدر يعرف إلا الناس اللي يعرفوننا نحن يعني ويعرفون عاليتنا وين جايين وين متنتين وين رابين وين مستوين وين يسيرون وين هذا الناس يعرفون والناس اللي من غير ما بلازم يعرفون لو فيهم فضول براي خالد مساك الله بالخير هذا ريال بيسلم عليك يعني شو بتقول حق خالد ما يقول له ما تقول له شيء ليش كله بعرس ما اعرف هذا وين نروح لندن ها راح لندن ما ظني ما ظني انا خايف راح لندن لا داي ما ادري امس في البلاد لين امس انزين مساكم الله بالخير انا وين وفي اي مكان وفي اي اماره في اي منطقه في اي مدينه مريم سلام عليك كالعاده فاجئك كيف حالك ريم كيف انت سلمت يا هلا ريم انا وين انت في السعوديات يا سلام اكيد اكيد يعني هذا يعني هذا كله موجود في السعوديات نعم في ابو ظبي نعم ويبعد عن الداون تاون عن عين الماء 3 كيلومتر تقريبا او 3 ميل 3 ميل 3 ميال عن شارع الشيخ خليفة عن كرنيش ابو ظبي هذا ابوي البحر يربطك هذا ابوي بحر السعديات سلسلة وحدة هذا ابوي بحر السعديات اجمل بحر يوجد في الشرق الاوسط لونه بتشوفونه اللون هذا شو حين هاللي انا اشوفه كله هذا كله ضمن مشروعكم انتو ايوه مشروع شو هو لك تابع لاي شركه شركة الدار العقارية تابع لوين؟ إمارة أبو ظبي. بالله عليك مقواكم هذا شاطي السعديات ما يبالي كلام هاي سلسلة من هني ممتدة هاي الممتدة من هالموقع لينك انت يا شو يا كرنيش أبو ظبي وهذا فندق سانت ريجنز زين وهذا أبوي جولف ملعب الجولف هذي تشوفونه هذا كله ملعب الجولف زين وهذا شو هذا المشروع اللي انا رمسكم عنه اللي انا اليوم جاي عسبه
مخرج مخرج البوابه مالت المشروع اللي نحن فيه هذا ليظهرك على شو على سانت ريجنز اللي تشوفونه ترى في ملعب الجولف خاص في منطقه السعديات وهذا اللي تشوفونه كله فندق شفتوا الاعراس اللي تسوي مال الكمبانيه الكبار والحفلات والدنيا والزايره والشاطي هذا مره فرت حصاه مره ماشي بينك وبين الشاطي هذا هو اللي قلت لكم عنه اللي هو ملعب الجولف زين شو قلتي لي ريم نحن في وين الحين السعديات مشروع جواهر جواهر السعديات عباره عن فيلا اللي هي من 4 غرف نوم الى 6 غرف نوم لكن متوفر حاليا 5 غرف ان شاء الله ما شاء الله زين مريم هذا شو الحين هذا شغلكم انتم شغل شركه جاي تنظف ولا هاي الشركه اللي شركتكم انتم مسؤوله عن هالامر مال ترتيب الحدايق والمكان اشوفه ما شاء الله كامل تقريبا يعني لك كبر ما في شيء يعني شيء جديد ولا شيء حديث هذا شو حين اللي انا فيه مثل ما انت شايف هني الحدايق لابد من وجود هاي الاشياء لاكتمال المشروع اللي احنا نسميها الامينيتيز اللي مثل ما انت شايف الحدايق عندك الجولف موجود الحدايق مثل ما انت شايف ان هي انت شايف هي شيء وايد جميل شيء جميل اللي انا اشوفه جسور ومثل الشلالات وتقول كانك جالس مكان غير نمون بحياتي انا ما شفت نمون وهذه الفلل تشوفها هاي الفلل اللي احنا بنتكلم عنها اليوم اللاين هذا هيك عاده عن الاشجار المعمره هاي ما يندر من متى مزروعات هالشيء هالاشجار هالزيتون زيتون ما بزيتوننا مالنا مال جوافه لا زيتون مال زلمات مزروع هي بالحفيت ومزروع في جزيره صير بنياس وطالع مناظر خلاب ومحميه غزلان الغزلان كثر التراب ما ينحصر من كثر انت تبارك الرحمن نحن الحين بنصور لكم المشروع مشروع الفلل هاي اللي قائمات وزاهبات ما بدنا يعني خذ والحساب تحت اللوميه لا زاهب موجود ويرى بالعين المجردة وملموس يعني قدامك شيء اتي وتاخذ ما بأتي ويقولوا لك عقب دهر لا هذا موجود وليه قدام البيت ابوي شجرنا المحبوب الغالي اللي هو الاشجار شير الاماراتي شير الشرق اوسطي الحبيب اللي الناس كلها تحبه والنوع اللوز الابيض شير اللوز الابيض ما باللوز الرد محمره ليش من الورقه ترى يبين وايدين قبل العريف الحين بيعفدون كيف عرفت وانت بهالشيره لا اللوز ابوي اللي ثمرته حمراء تنعرف واللي ثمرته بيضه تنعرف هذا من اللوز الابيض اللي نادر وجوده وكلها شوف اللاينات كلها لوز ها كل من بيئتنا نحن تبارك الرحمن اللي تشوفونها تراها ام 6 غرف نوم 6 غرف نوم هذه تشوفونها زين نحن بندخل ام 5 غرف اللي هي هاي ام 5 غرف نوم قراجاتها وعلمها وخبرها واشياءها وهاي السيارة شنو فيزر انها قدامنا هاي هذا النوع من الفلل نحن اللي بندخل حينها مثلا رقم 16 ماخذ زاوية والبحر هذو مشاهدنها والفندق السانت ريجنز هذو مشاهد انك ماشي يصير وتعال ليه منكم مدعاية عرس ابدا الا تظهر من الباب هذا تتعدل تزين وراها بشكارات تسال شنطة وسيد دلي 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 لين توصل معاريس اللي خبرتكم قبل شوي قلنا لكم هذا البحر وهاي الفلة الاولى وهاي الكم قورة لوز مشاهدات البيت واحد هنتين ثلاث اربع يعني هاي الحين في الموسم هن ها بيثمرن ها كل اللوز بيثمر وهذه الفلة مريم هذا مدخل الفلة هذا مدخل الفلة الخمس غرف نوم هاي الخمس غرف نوم عبارة عن دورين لو 3 أدوار هاي دورين معروف والله يعني 3 أدوار بلاد هاي اللي أقصد في الدورين اللي هو الجراوند فلور هي. مع الفيرست فلور والروف هي يعني 3 أدوار عبارة أول ما تدخل على اليمين ميلس الرياضي السلام عليكم كيف حالك زين هذا اول ما شفت الجور الكم من لوز اللي خبرتكم عنها هذا المدخل وهاي حديقه من قير
حديقة خاصة في الفيلم اللي أنت فيها أو أنت وبينك وبين البحر رملة بيضة تغني عليه وحديقة محمية غزلان. وهذا وين قلت لك الممر اللي تونا خطفنا فيه خطفنا منه اللي يظهرت على ملعب الجولف، هذا منه وملعب الجولف وهذا البحر. ها ما شي يصير وتعال مرة خيطك أبوي ومي دارك ويمت أبوي عدالك شعري حلالي اثنين 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 الله بالمستعان. السلام عليكم. زين تظهر ابوي من باب هذا هذا المدخل المقسم اللي خارجي وهذا هي هذا امن شيء باب هناك رئيسي ها نخلي الباب الرئيسي خلاص بنسيب له. هذا المدخل اول ما تدخل القسم هذا هذا مكتب اوفيس عاد الانسان على هواه بغى يتم هو اوفيس يتم على حياه على هواه يتم ابوي مكتب لكن مفروض مكتب يعني مكتب مثل ما تشوفون من تظهر من الميلس هب الميلس هذا الميلس مثل ما قلنا لكم هذا الميلس اللي خبرناكم عنه سيده يجيك المكتب من بعد المكتب هذا المطبخ التحضيري خاص في الميلس ناهيك عن المغاسل بحمامهن برخامهن بعلمة بخبرة بأسقفة العالية بالأسقف العالية اللي يعني مش تيك شوفوني أنا حين طولي ما أدري ما يدرابي كم ها هذا الباب زين شوف كم المكان اللي أعلى يعني بعد قامة ونص حوالي قامتين طول الآدمي طولي أنا بمرة ونص وشويونه تقدر أنت حين من تدخل الفلة تعزل تعالي مريم تعزل الميلس بالمكتب بحمامات بمطبخة عن مدخل الفلة زين وهذه تيك غرفة الضيوف هاي غرفة الضيوف روحها بحمامها وعلمها وخبرها هاي تشوفون غرفة الضيوف روحها من غير هاي ماستر روم وبعد من وراء من الخلف شوف الحديقة بلاد 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 أنا اللي هامني وعايبني فوق ما تتخيلون شو الأسقف هاي اللي تشوفونها ريلة ترى مريم طويلة روحها مترينة ظني طالعوا ها هذا من تظهر بعد من غرفة الضيوف على يك اليمين الله يعزمها يا كوسامين حمام بمغاسلة هذا حين البهو الفلة كاملة نحن حين برد بنظهر مرة ثانية من وين دخلنا وبرد ندخل على مثل أثرنا وين المكان اللي مشينا فيه هذا مدخل الفلة الرئيسي هذا صورنا من قبل ودخلنا منه وقور اللوز وهذا المدخل اللي هي تدخل هذا الميلس وهذا مدخل الفلة هذا مدخل الفلة بكبره جديد ها من تدخل هالموقع هذا اللي يجيك أيون ها 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 ما في حاضر مدح هذا اللي تشوفونه مقسم ثاني مقسم ثاني الدور اللي فوق ولا الدور اللي تحت كلهن مفتوحات على بعض وهذا اللي قلت لكم توني يوم صورت قلت لكم هاي غرفة الضيوف والمكتب وهذا كله روحه تروم انت تسوي بعد باب هني او بارتيشن مثل ما تشوفون هذا المقسم الحين دخلنا اللي خالي كان ميلس الريايين هذا الحين ميلس النساء ميلس النساء مثل ما تشوفون بلاد من كبر بلاد هو عبارة عن ميلس وغرفة الطعام هذه الكراسي هذه غرفة الطعام هي بالدور هذا وين غرفة الطعام صح؟ هاي هي وين غرفة الطعام وهذا كل ميلس هذا اللي تشوفونه كل ميلس شوفوا الحلو شوفوا يا مبروك شوفوا الارتفاع شوفوا الارتفاع تعب ابراهيم تعالي صبر أرجو العرب فوق شوفوا كيف الإطلاق شيء هذا اللي يسوي هالناتج المخطط هالمخطط هذا عبقري في الدنيا الأولى من حد عم يسوي هالواحد وشوف الإطلاق الإطلاق على حوي كامل بيكون مثل ما قلت لكم هذا كامل ميلس وهذا الحين تروني رعاية البيت تحطيه فوق هالرخام اللي ما يهون أمره تحطيه غرفة الطعام هذا الغرفة الطعام مع الميلس مال الحريم كلهن في مكان واحد والترتيب
امكانك انك انت تعزلين المطبخ عن الموقع كامل طرفين وقدار الحين انعزل المطبخ اللي فيه عن صالة الطعام وعن الناس. هذا اولا. والرأي الثاني اللي هو لو أنا خلي هذا غرفة الطعام وهذا المطبخ وهذا غرفة الطعام وبستغل هذا كامل كميلس مين وتقدري تستغلين هذا الموضوع بدل ما تحطين غرفة الطعام وتضيفين على الميلس في حالة رأي علم خبر وساير وكاير وصدرين وتوردين وتامين وتنهين يكون هذا كله ميلس واحد ميلس طول طول وعرض عرض هاي يقول لك ميلس يركض فيه الخيال يقولون هذا الميلس وتدخلين أخوي بغيتي تحطين أخوي غرفة الطعام في هالمكان أو تحطينها هنا أنت حرة لكن هذا النظام الإنجليزي أو النظام يعني تقدر تخليه إنجليزي وشرق أوسطي مقاسك في النص كل رخام وكل فنان وكل زيف ومخرج للمطبخ خارجي من غير هذا مخرج من غير خارجي يدخلك على المطبخ ثاني هذا المدخل الرئيسي وهذاك مدخل الملاحق الميالس مال الريايل وهذا الميلس الحريم وهذا قلنا لكم المطبخ نزيل هذا في حال تبى تسوي لفت يظهرك للأدوار الفوقانية هذا بوي باب خاص للي يرغب يسوون لفت وهذا حينه مدخل بعد من غير هذا القسم حاليا للخدمات صح هذا المدخل الرئيسي هذا الميلس هاي لكل الغرف الميارس الريايل هذا المطبخ هذا اللفت هذا باب قسم الخدمات عبارة عن شو؟ عن ستور هذا ستور غرفة الخادمة نعم وهني عندك الدرج الثاني اللي على الغرفة ايوه هذا بعد مدخل ومخرج يظهرك على الادوار العلوية سبحان الله بيض تظهر حرمة وحد يايينها بيظهر رجال وحد يايينها ما يبي حد يشوفه يعني وهذا اتوقع غرفة الغسيل هاي غرفة الغسيل وهذا تبين تدسسين شناط شيء عندك ولا شيات جويتيات على هواك انت حره هذا المدخل اللي قلنا لكم انا هذا وين المطابخ هناك زين ما علي سامحوني انا هاي طريقه شرحي زين وهذا اللي خبرناكم عن الدرج يوديك فوق وما ادري شو وهذا هذا غرفه هاي غرفه الغسيل وهذا الباب يظهرك على شو ايوه هذا يظهرك على الطبيله الجراجات شوف الجراج بلاد من كبره الجراج بلاد يشل سيارتين ثلاث سيايير من العاديات وكان هنا ابوي من سيايير نسمو يشل هنتين نسمو وحده بعد من الصغار من قنب عبود بعيد هذا المدخل متونا دخلنا من الرئيسي وهذاك وين مدخل الميلس وهناك وين السيائير وهناك اللوز وهل يشوفونه وين دخلنا وشرحنا شرح تفصيلي لتعد وهذا الدري اللي تونا طلعنا عليه نزين دخلنا هاي على فكرة حريت حبل بغيتي على ويهي نزين فوق مريم كم غرفة فوق نزين من غير اللي تحت خمس غرف فوق أربع كلهن ماستر اول ما تظهر من الدري يجيك هذا اللي تشوفونه هاي صاره من يعني فاميلي روم يعني تقدر تحطها للاستعمال اليومي هاي الصاله تكشف شو الميلس مال الحريم هاي اللي تحت اللي خبرناكم عنه ما يبقى زعيج ولا يبقى بغيم لو بتصاصر حد تحت اللي فوق كلهم مكان شرح المكان ما بيايينك يغث او
مظلم لا كاشوفي شرح الناس ترى لاحج أبوي على التسكير والتدسيس لاحجين أبوي هاك في القبور الناس تجلس في الأماكن المظلمة بتعيش دبة حياتك في مكان مظلم قبر إيه لكن يوم بتي أبوي غرف يوم بتي في السكن سكنك أبوي لازم يكون أول شيء شوف الكواليتي يا سلام ها تحرى حطب ساي وهذا تدخل هاي الماستر روم ها شوف شوف ألا تسيرون بعيد هذا المدخل وين دخلنا تونا يجيك هذا مكان ليوان العود هذا الدور هذا هذا خاص فاميلي روم يعني جلسة الرجال ويا حرمته وعياله وهاي الماستر روم هاي الغرفة الرئيسية أول ما تدخل الغرفة الرئيسية هذا ما تشوف شوف الحجم شوفوا الحجم بالله عليكم بلكونة طولها طول وعرضها عرض آه. وتوايج أبوي على ها على هاللي تشوفون الماء والخضرة والوجه الحسن ها ما زين اللعباتك وين ما خدتنها نزيل هاي الماستر روم هذا اللي دار موجود هاي أظن هني بالدور الشبرية وهني هات كوميديين صغيرون من هناك كوميديين صغيرون وهني تليفون وما أدري شو الواير مال الشرش زين آه هذا تحيدون هذا المدخل الرئيسي آه هذا قسم غرفة الملابس دريسينج روم هاي دريسينج روم روحه عبارة عن غرفة روحه عبارة عن غرفة هذا كل دريسينج روم يمي الكبتات لا تنسين ها شوفي هبي قصن عليك هذا أبوي حطي تجوري كامل تفصيل تجوري كامل سوينه كبتات ما يبالك عبالة كبتات كلهن وافيات كبتات يعني ما تحرين تبين زيادة كبتات يسدن ويزيدن يسدن ويزيدن كبتات وايد في كل مكان كبتات ما شيء كثرهن كلهن وايدات الكبتات زين هاي حينة هذا حين الحمام الله يعزمك والسامحين هذا أبوي الشاور وهذا أبوي شو اسمه البانيو وهذا أبوي المغاسل واحد لجلج واحد حق ريلج سبحان الله متناغمة وياه ولا شياته وهذا أبوي الرين رين الشاور هذا المدخل اللي خبرناكم عنه ودخلنا ظهرنا من هالدري وأول ما دخلنا الحجر هاي الماستر روم روم المستر روم ماستر روم زين الحين تي المكان هذا شو هني عادل خطفي قدامي تي عادل المطبخ التحضيري هذا المطبخ التحضيري أنا أسميه مطبخ العيازات اللي يتعايزن اللي يتعايزن أبوي هذا شغلها عدالها قيلها يبقى قلاص ماء بارد ولا يبقى قلاص حليب ولا حليبة باردة ولا نقربها ما يحتاج يا ميري يجيبي ويجيبي ويا ميري يجيبي ما يحتاج يا ميري يجيبي هذا أبوي نشي يروح سان من الباب للمحراب ما يبدأ قطبه وتظهرين مايها عما تشوفين تحيدون هالدري اللي تحت اللي صورناه قلنا لكم شيء له يربطك بالفيلم كاملة من فوق هذا أبوي بتنزل يظهرك على الطبيل وعلى القراجات وها مثلا الريل بيظهر من حجرته وشيء المكان ممزور أوادم يظهر أبوي ينزل بالدري هذا سيد على الطبيل يضوي يمضي بغى يظهر يشرد عن الضيوف ولا شيات ولا حد جاينا من الديان ولا سبحان الله بعيد أنا أبوك ما تعرفون هذا حين هاي غرفة الغرفة الثانية بعد ماستر الغرفة الثانية ماستر هذا أبوي الكبتات مالاته وهاي الحمام بشاور مال وكل شيء وها هذا المنظر وهاي الغرفة مطلة على الشارع الرئيسي ومطلة الله يحفظكم على سانت ريجنز هذا أبوي الفندق قدامكم مرة ما يباله وما في الحاضر مدح مشاهد الفندق ومشاهد أبوي حديقة الجولف وعلى يسارك البحر يسارك البحر هذا مرة حصاه مرة ما في الحاضر مدح شوف العين شوف العين وهي رانكم وها صدقانكم هذاك بيت شلتم وهذاك بيت مهرة وهذاك بيت عديجة هذاك بيت فاخرة هذاك بيت نيلة هذاك بيت اللي مثلا يتخبرنا ويقول لي ابو محمد انت وايد تعطي الموضوع شرح زياده عن اللزوم لازم اعطي شرح عن اللزوم لان الشيء يزلي يعني الفكره هذه مال الشرده فكره الشرده هاي حد يغفل عنها ولا يعطيها حقها ها
بعك الترومبة يا راعي البيت تشرد لين فوق كان يوك الديانة ولا شيات. سبحان الله أنا أبوه ما تعرفهم كلنا أبوي عليه دين شرق وغرب يروي يشرد هذا الدسيسات. زين مريم شو حين هناك الحين خلصنا غرفة الغرفة الماستر والغرفة الثانية طرف هذا غرفتين. سلام عليكم How are you؟ هاي غرفة هنتين من غير هاي غرفة أيوة. هاي غرفة واحدة بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بعد ماستر روم بحمامها. سلام عليكم How are you؟ هاي غرفة غرفة كبتاتة هاي حق البنية صغيرونة عمرها ظني 11 سنة البنية هذه عمرها 11 سنة وياه من عقب انتظار ما خلت اللم كومدين ولا بومدين ما استعملته لين يتها البنية والحمد لله كبرت البنية وحطوا الحجرة روحها وهذا عاد حجرة خطة لأكبر هاي حجرة خطة العودة هاي البنت عاد المدلعة فنانة بنت أبوها هاي غرفتها أول ما بتي هاي غرفتها بنت عاد اسمها سارة بنت اسمها سارة وهي حجرتها لأنها غالية أغلى بنات البنات عند أبوها هي البنت البكر فأعطاها الحجرة هاي دول صكوا حكوا يلم يوم أنت يوم أنت تدلعها يوم تأخذها وتعطيها شو الحجرة مكبر هذا هاي بلكونة هذا بلكونة روحها بلاد هذا المدخل الرئيسي هذا مقسم الفل وين قلنا وهذا الواحد يروم يحط شيار ولا شيات دور مدار المكان كامل هذا الحوي وهذا أبوي المكان هذا المكان اللي قلت لكم وين تونا مشينا خافين من النخل عسبي غادي نخلهم ما شاء الله وشب رطبهم هنا خافين حيين فدها هالبدار انزين وهاك اللي يظهرك على الجولف وهذا أبوي سانت ريجنز وهذا البحر بينك وبين هذا صريمات كل ما حد قالكم مكان مميز وفنان ويستاء وفي عين الماء بوظبي بوظبي فعليا فعليا يقال عنها فرصة استثمارية وجميلة على فكرة تدرون بينا وين ظهرت الحين جتني الفضول بغيت أعرف هالدراي وين يودي خيبة معرض بهرة يودي بعد مطبخ تحضيري فوق هذا مرة آخر شيء وهذا الوارش هذا هذا السطح هذا السطح سطح سطح حال حال أي سطح نيل بيت غسل وعي كنادي وكلام وبتسوون يعني ما يبال أي كلام السطح حتى السطح صورت لكم إياه شيء خبركم ما روم ما صور كل شيء مريم شيء غرفة حق الدريولية ما أدري وين غرفتهم برا نزيد قالوا بعد شيء غير شيء مطبخ بعد خارجي مطبخ خارجي هي مدخل الروحة هذا هذا المدخل المخرج مكان روحه يظهر بعد على لأن هذا الباب كلوز لأن هذا الباب اللي جاي من برا نزيد تلا تكودين الحين ايوه هذا مطبخ الخارجي هذا مطبخ حق الشوي وحق هي للاشياء الثقيله يعني للي يبون يسوون مثل اشياء فيها باربيكيو شوي ومقل مشواي ومقلاي كلهم للمشواي والمقلاي هذا كله ابوي مطبخ من غير من غير هذا خاري روحه وين غرفه دريول ايوه ايوه هذا مدخل روحه للدريول قرب الله الدريول والله حجرته ما بهينه غاوي يلا عيد عيد يا راجو عيد في تقريبا غطينا تفاصيل الفيلا اللي عددها 5 غرف انزين كم حيلة تامات من الفلل هاي او كم عدد الفلل المشروع ككل عدد الفلل كلها بشكل عام ممكن تعلين حسيت لو سمحتي عدد الفلل الموجود في مشروع جواهر 83 فلة والمتبقي نعم. منهم 8 والمن المتبقي هم 5 غرف لان ما هاد 5 غرف اللي تامات نفس اللي كنا فيها هذه بشكل عام الفلل اللي موجود في مشروع جواهر 4 غرف الى 6 غرف
الحين امهات 6 غرف سارا وامهات غرف 4 غرف سارا وتامات اللي هنمونه امهات 5 غرف كم وحده؟ طريقة الدفع ما الدفع هذا كله ولا لا 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 تقولين خلي اللي يبى يدخل في الموقع ويسألكم شو رأيك أخير أخير ما في عنب بعد هاي الرمسة كلها سكنت ما في طريقة الدفع كيف حين طريقة الدفع قلتي أنت كم مليون 13 مليون إنزين مسوين حاليا عرض بالنسبة للفيلا المتبقية ثمانية زي اللي حسيت عادة مسوين عرض بالنسبة للفيلا المتبقية ثمانية اللي نعم. هي الدفعة الأولى أو للحج تدفع 10% من قيمة الفيلا زين. عندك على شهر 8 أو الربع الثالث من 2019 تدفع 90 الباقيين زين. بحيث إحنا يتم الإعفاء عن رسوم البلدية اللي هي 2% أه. ورسوم الخدمات لمدة 5 سنين والله الخدمات هاي كل سنة الواحد يدينا ما شيء العرض اللي إحنا مسوينه لمدة 5 سنين فكيتوا العرب الناس هاي تحاتي هاي كل مشروع يتخبرون عن هاي المبلغ اللي يدفعون الناس كل سنة 5 سنين اللي بياخذ من هالثمان لفلل 5 سنين ما عليه شيء عفا عنها الهين زي والفيلا اللي شفتها اليوم اللي عطيناها آه. احنا بنكون يوم السبت ان شاء الله من الساعة 10 للساعة 6 فاتحين للجميع اي حد يبغي يشوف الفيلا وتفاصيلها يقدر يشرفني مريم انت خبرتيني عن شاطئ السعديات وخبرتيني عن محمية الغزلان وخبرتيني عن فندق سانت ريجنز وعن الجولف شو شيء قربنا هني مميز المميز في هذا شو من الخدمات المميز في هذه البقعة اهم شيء اني اقول لك على المناطق السياحية اللي موجودة فيها متحف زايد الوطني عندك متحف اللوفر وكذلك مدرسة كرانلي وجامعة نيويورك ومنارة السعديات اهم شيء لا هذه كلها بالقرب من مشروع جواهر ما شاء الله تبارك الرحمن يعني ابوي ليه بيجي بيكون هذا ابوي منتجع جاي انك ضيف جاي انك شخصيه انت روحك اهم عن الاولي والتالي بتي ابوي تفرق عن خاطرك تنبسط تعين الله خير بتشوف شيء ما حد شاف مميز من وافيره ورشاشاته ونخيله حتى شير البان موجود ما شيء في شيء على فكرة هاي حويات الجيرانهم هاي البيوت اللي مسكونة شد سكنت يعني هاي شيرة نخي مدري لمبة وما تعرف شو هاي الشيرة كل شيء يثمر وكل بوظبي ترى كل شيء يظهر فيها كل شيرة تنتظر فيها البلاد اللهم لك الحمد نعمة والحمد والشكر وهذا المخرج وهذا قلنا لكم عنها جامع ها قدام قدام المبنى مره مشاهد الباب شاطئ السعديات على يسارك مره ابو ظبي على يسارك شوف امور والله يا ابوكم لو شفت السعديات قبل ما شيء فيها الا شعبيه صغيرونه وفيها الأول غير الشعبية رميتات كانوا فيها وفيها المحمية مالت وين يسوون الأول مزارع مال الخيار والطماط والأول يظهرون من المدرسة بالكندي يجيبونا لين الفرضة ويركبونا بوي بلنج ويجيبونا لين وين يسوون زراعة الخيار والطماط ما شاء الله يا الجامعة بلاد ابوي بلاد والله العظيم ان اتحرر لهذاك المبنى جامع ومدرسة مال كبارية وصغارية مال كل حد وهذا مشاهد البحر ها. وهذا المشروع هذه تونا ظاهرين منه قائم التحرون بيستوي الحول ولا الحائل زاهب تعال ابدن سير ابوي وعدل سامانك ولمك شارك وتحول في دمك منو هذا اللي يقدر يعرف ان هاي ابو ظبي يا الله يا رب تحفظها من دار منو يقدر يعرف ان هاي ابو ظبي طعم زينها غدت راح بلاد غدا بلاد نقول لك البلاد اللي عليها رضوان من الله فهم يقصدون ابوي هاي الدار هذه الدار اللي يقول لك عليها بلاد عليها رضوان من الله يطرون مليح يطرون هالعاصمه يطرون ابوي هالدار الله يحفظها من دار يحفظها لها
الإمارات للمزادات بعده اليوم وبكرة. الأرقام شيء منهم باجي والأكثر اللي هو اللي باجي، بالأخص الأرقام المميزة الصغيرة اللي آخر واحد فيهم تام 66. لا تقولون ما حد قال لكم، بإمكانك الدخول والمزايدة أونلاين. أول بادي التطبيق مجاني والمزايدة مجانية والدخول مجاني، بإمكانك أنك أنت تقوم وتزايد على الأرقام اللي أنت تبتيوزلك من 66 وانت ساير. هاي كلها موجودات أرقام مميزة، الفئة الأولى والفئة الثانية اليوم وبكرة. لا تقول ما حد قالكم، قلنا لكم خبرناكم من البارح ونحن نغني عليكم ونلحن، الحق ما تلحق، الفئة الأولى والثانية. أصغر الأرقام رقم 66 وانت ساير، شوف على ما تشوف، ما في الحاضر مدح، كل واحد أخير عن الثاني. الفئة الأولى والثانية أرقام العاصمة، أرقامك أنت يا أبو ظبي. الإمارات للمزادات برعاية وبإشراف الإدارة العامة لشرطة أبو ظبي، في أبو ظبي ومن أبو ظبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الخير والنور والسرور، مساكم أبوي من وضبي لين دبي اللي كلها فرح وكلها أناسة وكلها سرور. مشتلين أبوي حد سيارتي أنا مهندس إبراهيم، ومن العين أبوي يا إبراهيم توفيج ويا ربيعه ومحمد سويدي ورانا، يعني ثلاث سيايير سايدين معين من الله خير ونيلس. ثلاثة أيام مميزات في فندق مميز اسمه فندق فرساتشي، غير الجو وندق الهيل ونغني عليل وننبسط في دار الحي. يقولوا لي وايد من العرب يقولوا لي يا أبو محمد السكوت عن السفيه خير من رد عليه، لا تحط راسك ويا اللي هاي ويا السائر والياي، هاي قوم العشرة منهم ما يمزرون محارة والدرهم. قلنا فالكم طيب، لا بنحط راسنا ابويا راس زيد ولا عبيد، ولا في على الصدع ولا في على الديان، بوني انا ما بتوبل. انت حين كل انسان يبي يتسلق على اكتاف الناس اللي رب العالمين ميسر عليهم، هاي يسمونهم اهل ابتزاز. فلذلك الخلق الخالق والقافلة تتمشي والعرب هاي لكم وراء، هو 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 برايهم برايهم، انبحوا بوي ينبي السنة في دقيقة. والله يا ابوكم ولا تحركت شعره وش على السحاب من انبيح، هو هو زين. مثل ما قلت لكم هذا اولا، ثانيا يا ابوكم من يوم انا ياه لين اليوم مر علي من هالنمونات لك 600 نمونة، هاي من يسمونهم قوم بالتقليد، هاي تقليد ما بأصلي، تقليد وايد ولا في انا ارد انا على التقليد، ارد وي على الاصلي، ارد على السنافي، ارد على الانسان اللي يسوى ويرزى ويستاهل يكون لي الفخر. يوم ارد عليه يوم الا واحد يبى الوادم تعرفه حش علي يسكن تشحل حادني شل حادني، وش انت يا بعوضة وش انت يا بعوضة، ما حد رابط حي ولا متي. الامراض ساير ابوي نعيم من الاخير، ثلاثة ايام في دبي الحبيبة، وبنمسي هاك المساء الزين وهاك الفندق المميز، وبتيكم الاخبار والسوالف والعلوم من كل مكان. وما عندي مشكلة يوم بغيت ابوي انت زيادة فلورز زين، المبارك عليك يوم اللي كنت 1000 وزادوا 500 آدمي كل واحد سد وغنى عن مرقة السحناء، سد وغنى عن مرقة السحناء،
وش اديك ومرقته؟ وش اديك ومرقته ابوي؟ نحن يابا نشرب نشرب ممرقات تويسات، ها رويسات، كل راس كبر الفنيال، ها احنا ابوي نشرب ولا ديك مرقات الديك ابوي؟ احنا ناس خلها لك 500 ادمي وزادوك في حسابك كل واحد، عويد الا عاد ورد الا انبتت وكله واحد. يلا ومن الحين وسائل لا بني بطاري بوية لا غيلان ولا شيات ولا حنش ولا عجرب، لا خير يا لعبت الجبت وين فيي انا الحين هالدهر كله ابوي؟ انا فوق برج خليفة هناك، وين العمود؟ ما طالع ابوي بناية تقب دورين. عندكم اذا الله اراد اليوم خميس والجمعة والسبت هذا كله في دبي، هو بنعيش ايامنا اللي سايرين على سبحان، وبنسوي الفندق بين كافيه وبين فندق وبين المطعم وبين الغرف وبين اللوبيات وبين الحيضان وبين المطاعم وماكلات وشاربات ومنحات الموت مات هذا ثلاثة الايام، وان شاء الله يوم السبت بيكون موعدنا وياكم في المرابع، في المرابع معرض المرابع اللي في فندق الفيرمونت بين الجسرين بضبي. هذا متى؟ هذا يوم السبت الساعة 2 الظهر، من 2 لين 4، هذا بيكون في وين؟ فندق الفيرمونت في بضبي باب البحر، انزي بوابة بضبي. وخلاف يوم الأحد، يوم الأحد شي سفرة، يوم الأحد إن شاء الله طيارتي الساعة كم؟ 3 الفجر هي 3 الفجر يوم الأحد بطير بتين السيارة من مطار دبي بتشلني الساعة 11، بوصل الساعة 12 وإن شاء الله بين 3 ساعات في مطار دبي الدولي، وبتشلني الطيارة من مطار دبي إلى مطار غلاسكو، غلاسكو في سكوتلند إن شاء الله، وبيلس الاثنين والثلاثة، الأربعة بطير من غلاسكو باتجاه شو؟ دبي، وإن شاء الله الساعة 10 الضحى العالي أنا في أبو ظبي. هذا متى؟ يوم الخميس الجاي، هذا كل مرتب، كل مرتب. يا الله يحيي خلي أبو إبراهيم ما قصر مرتب كل البرنامج، كل فل كل فل إحداثيات الخميس الله يحفظكم، الخميس والجمعة والسبت إذا الله مد في العمر، وشايف العمر بده إن شاء الله بكون أبوي في الشويهات في البحر، في البحر أول الله هو، ويومين وبيدخل رمضان وبنعي. وصلنا أبوي والمبروكة هذا أخوين وقفوها حطوها مرة مع حد قدامها، إيه حافظ على المبروكة، حافظ على المبروكة، ها على بدن قدام البوابة بنفيزرها. قرب الله توصل قبلنا، نبو حالك جيت قبلي ما شاء الله عليك. السلام عليكم إبراهيم، كيف حالك؟ اهلين اهلين، انا اتحرى عمري بوصل قبلك. ماشي تمام، انا اكلمك تقول انت توك طالع من البيت. الله يسلمك، كيف انت؟ الله يسلمك خير. كل حد يقول لي سيره اذا ابراهيم محد رد ابوي ابو ظبي، سيرك مره ما تتشاف صدقهم، جزاكم الله الخير كلكم بعد. اي والله هذا الواقع. ترى فندق ترى فندق ومزيل اهلين. السلام عليكم، كيف حالك؟ الحمد لله منور بذاتي. الله يسلمك يا ابو كلب، مدخلكم انت روح اي سؤال بلاد. اللوبي بتاعنا مصنف من احسن 10 لوبي في العالم. هي والله ما قالوا عيله زاد جمال بقى لما حضرتك جيت يا راجل. والله زاد جمال حضرتك. الله يسلمك. جميل جميل اللوبي، اليلسة اليلسة يلسة اللوبي روحها تسوى 600 فندق.
عدو ألوان فلسات المتعارف عليها. ياسمين الأول قيلنا فيها الألوان. ياسمين الأول اللي يقول ما لبس فرساتي كذب كذب من حبلين مشى ماشي. هاي اللي تسمعوه بهم الحين كلهم لبسوا فرساتي لبسوا وقتنوا وتولوا في كل كبير وصغيرة. سبحان الله ترى ألوان فرساتي روحها مميزة ما شيء ولا أي ماركة شبيهة لألوان فرساتي وخطوطة وطريقة حتى الناس اللي يلبسون فرساتي مميزين يهونك. مستحيل تلقط عليكم السلام مستحيل تلقط حد يلبس فرساتي مب فنان وزقرتي. كلهم اللي يلبسون فرساتي يوم فنانين وزقرت. جميل اللوبي. ايش تخبرني انت منو؟ تعال تعال. انا اسمي عبد الله. عبد الله. انا عبد الله الاول. عبد الله يغنوا عليه عبد الله طاح في القله. تعرف ايش القله؟ لا القله. القله عندنا بمصر اللي مش القله دوك هالقله. آه عندنا القله هاي اللي يحطون فيها التمر. تمام إيه. القره زي اللي عندنا. لا القره شيء والقله شيء. تمام. القره بتاعت الميه والقله تبع التمر. القله اللي عندنا نحن هاي مخدومه من خصر. تمام. من سعف النخيل. تمام. يسمونها قلة. قلة التمر. يحط فيها التمر. تمام. زين. عبد الله طاح في القلة. عبد الله طاح في القلة. زين. خبرني شو قصة القطعة هاي عبد الله؟ عندنا الكاربت اللي معمولة على الفلور دي كان هاي كم مساحتها؟ كم توب 2.5 مليون. 2.5 قطعة موزايك معمولين بالإيد مقطعين بالإيد ومتجمعين بالإيد خلال 7 شهور. مليونين ونص قطعة موزايك مزبوط موجودة في فندق فرساتي. موجودة. ها كانت سجادة. تصميم لسجادة وتعملت بالموزايك. أيوة. وهذه من الأشياء المميزة جدا جدا جدا. 2.5 مليون. 2.5 مليون قطعة موزايك من إيطاليا مخصوص جمعة عشان يعملوها. قعدوا 6 شهور قاعدين على الأرض عشان يجمعوها. الله. يا سلام. سلم. أقول لك هذا الشيف شو اسمه؟ شيف منصور ميماريان. شيف منصور. From where you get this name? From my father, Iranian. Your father Iranian. My mother German, yeah. الله الحمد لله. You look like your mother. How are you, chef? Thank you so much. Very welcome. شيف منصور الشيف الإيراني الوحيد في العالم اللي عنده 2 ميشلان ستار. ما شاء الله. الوحيد في العالم اللي عنده 2 ميشلان ستار وموجود عندنا في فرساتش. تبارك الرحمن. Very welcome. ما شاء الله. هو الشيف المسؤول عن المطعم الإيراني اللي حضرتك هتتعشى فيه النهارده. Today we'll eat in Iranian restaurant. إن شاء الله. What is the name for that restaurant? Enigma. نجمة. Enigma. Enigma. Yeah. إن شاء الله. إن شاء الله. Enjoy. إن شاء الله. إن شاء الله. We are waiting for another two. هذا one of the good chef from Al-Ain, Ibrahim, Ibrahim Tawfiq. This is my my secretary. Also Iranian? No, this is from Al-Ain. Okay. This is my مدير أعمال. شو اسمه بالإنجليزي؟ Personal assistant. Personal assistant. What they call it? مدير الشخصي. مدير الشخصي. هذا ما إنجينير منهل. Nice to meet you. Great. عبد الله. عبد الله. نعم سمعني. طبعا الحمد لله. عبد الله شو الشيء المميز بعد عندكم في الفندق؟ اللوبي بتاعنا اللوبي فيرزاتشي مصنف من احسن 10 لوبي في العالم. نعم. وحضرتك شفت طبعا كل الاساس بتاعنا جاي من ايطاليا بتصميم جياني فيرزاتشي. سبحان الله. نفس التصميم اللي موجود في القصر بتاعه في ميامي القصر القديم بتاع فيرزاتشي بالازو في ميامي. ايوه. فالقلنا زي ما قلنا المميز الكاربت اللي موجوده على اللي هي 2 مليون 2 مليون ونص قطعه موزايك. ايوه. اخذت 7 شهور من 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 عمال حرفيين ايطاليين مخصوص جم عشان يعملوها هنا. والبينت اللي موجود ده برده فوق في السقف برده حرفيين ونقاشين ايطاليين مخصوص سافروا من ايطاليا يجوا هنا عشان يعملوا البينت اللي في السقف ده. طبعا الشاندلير اللي في الصوره دلوقتي هنتكلم عليها بكره. انزين يلا. اللي برا عباره عن شو؟ تراس اللي برا جلسه خارجيه بتطل على الحمام السباحه وعلى وعلى الخور. بتطل على حمام السباحه وعلى الخور. المنظر بديع زي ما حضرتك شايف. يا سلام. جلسه برا كوفي افتر نون تي غدا خفيف. الله. في برده شيء هذا سي ثرو على اللوجو صح؟ تمام مظبوط. زين. ها
وهذا زي ما تشوف هذا حوض سباحة هنا حوض سباحة هذا كله حوض سباحة تمزح لا لا كله حوض والله سباحة. تحرى البحر هذا صدق ولا حوض سباحة لا اللي هنا ده حوض سباحة اللي وراء الخور أيوة. بس هو بيطل على الخور إنفينيتي وهذا الفندق حين وهذا الفندق الفندق عبارة عن شو الفندق عبارة عن 215 غرفة 215 غرفة و 169 ريزيدنت ما شاء الله فندق عظيم يعني جدا جدا 200 وكم 215 غرفة زي ما احنا شايفين نعم اللي هو اللي في النص دول كلهم الوينج الشمال والوينج اليمين دول الشقق وهذا الغرف غرف الفندق غرف الفندق والسويت والسويتات شو مطاعم عندكم عندنا اربع مطاعم و... وبعد وبعد بارين وعندنا ثلاث حمامات سباحه عندنا مطعم اربع مطاعم المطاعم شو مطعم انترناشونال اسمه جاردينو بوفيه انترناشونال بوفيه انترناشونال بوفيه وعندنا المطعم السيجنتشر فانيتاز الايطاليان ريستورانت وعندنا مطعم الانيجما وعندنا مطعم الفانيتاز الانيجما اللي حضرتك هتتعشى فيه النهارده وعندنا الامال في اللي على حمام السباحه لا مره ثانيه نعيد الجاردينو الانترناشونال بوفيه الايطالي الانيجما الايراني وامالفي البوفيه الايطالي هذا غدا وعشاء ولا بس عشاء البوفيه بيشتغل فطار وعشاء والايطالي بيشتغل غدا وعشاء والايراني بيشتغل عشاء والامالفي اللي على حمام السباحه بيشتغل غدا وعشاء يا سلام وهذا كله في هالموقع المميز وهذا كله في الموقع المميز اللي حضرتك شايفه بيطل على الخور جداف ووتر فرونت يا سلام يا جلسه سلام. ممتعه وهاديه بعيد عن زحمه والمارينا هذاك حق منو المارينا اللي هناك مش تحت ادارتنا بس لينا اكسس عليه يعني بينفع نطلع نتمشى على المارينا الجست بتاعنا بيطلع يتمشى على المارينا اذا بيحب زين الاخ عبد الله بكره بنعيد كل اللي قلناه على عين النهار شو رايك طبعا طبعا انا اشوف الوضع الحين ظلام يبين كل شيء وكل شيء جميل لكن كم مشاهده من متابعين ومن ناس راح يستمتعون اكثر في على بالنهار. وضح النهار طبعا شو رايك طبعا 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 بكره نتقابل ان شاء الله من مصريه انا من القاهره فين في القاهره من فيصل اقدع نفسي فيصل دول الله يخليك الله يخليك مين مفروض نروح ريسبشن احنا بنسوي السبيشال تشيك ان لحضرتك يا سلام انت بكبرك السبيشال يا ريان الله يخليك دي السويت تبع حضرتك نعم ودول غرفتين اللي حكينا جنبه زين في كونكتد روم بينهم هي هاي الكونكت كلهم كونكت كل 19 وجنبهم 521 و522 والله يعني كلنا يعني عدال بعض في اي دور نحن الدور الخامس زين احنا كم دور هو الفندق تسعة 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 امبريال ان شاء الله حتكون في طابق التاسع زين الحركات هاي بس لكل الناس ولا بس سبيشال والله بعد هاي خدمه مميزه تحت امرك ده حضرتك ايس تي ايوه هو حضرتك هيعمل قدام حضرتك لايف يعني و ادريان والاكسيلين تيونا شكرا جزيلا ادريان يو ويلكم شو اي بوت سم لاين اي بوت سم مين اشو ها ضيافة فندق فرساتشي. Do you like to have a passion fruit or strawberry? No, passion fruit. Passion fruit. Please. أيوة يا سلام. شريبك ما يوبتنا إحنا العشاء. بعدين العشاء الحين. شو اسم حين الشراب هذا؟ نعم شو اسم الطلب هذا؟ هو كده ممكن يكون ايس تي موهيتو ايس تي موهيتو مع بعض واللي بيطلب الطلب هذا شو هذا شو يقول شو اسمه؟ ايس تي ايس تي فاشن فروت ايستي باشن فروت ايستي ايوه يا ربي هالدنيا كلها ثانك يو ادريان ثانك يو يلا الحين البرنامج مالنا شو اليوم
الحين من الحين بنسوي بنطلع الغرف من الحين ودوا اغراضنا ودوا الاغراض بنطلع على الغرف بنرفرش وبعد كده بننزل على العشاء الساعه 10 ان شاء الله بنتعشى في المطعم الايراني عند شو اسمه عند شيف منصور عند شيف منصور في المطعم الايراني مزبوط هذا برنامجنا اليوم من عقب العشاء خلاص عاده ريلاكسنج نصير نرتاح من عيننا الله خير نرمس ويا اربعتنا ونحط روسنا ونرقد بكره برنامجنا ان شاء الله بنترى يا بنشوف بنسوي برنامجنا ان شاء الله شكرا جزيلا يعني تحت امركم منو بيودينا الغرف فوق انا ما احرج الله يخليك عبد الله الفندق كم كملوا يشتغلون فيه قاعدوا يشتغلوا فيه قد ايه هي في الكونستراكشن قعدوا مده كبيره قعدوا 5 سنين تقريبا هي عشان يخلصوا كل التفاصيل الصغيره دي اي والله شيء يعني متعب هذا والصور اللي على الحيطه دي حضرتك هي هي. كلها فساتين من فيرساتشي تصميم فيرساتشي ادري على هالاساس انا مستغرب انت تتكلم واحد اول واحد لبس فيرساتشي في الدنيا العوده انا شو السر في البربل يعني الكولرز المميزه بتاعت فيرساتشي زي ما حضرتك شفتها في اللوبي كده الاحمر والاصفر والبربل حتى عندنا في البول روم برضو اغلبه الكاربت بيربل ليكون عينويين انتوا لا عينويين بنشجع العنبي يعني ايه ما شاء الله الوان جميله تبارك الرحمن مرحبا والله ابو توفيق مرحبا ابو توفيق الله يرحبك عفوا الله مرحبا 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 تفضل أظني أبوي هاي يمكن أظني 10 سنين أظني خل لا ترتشي بالزل هذا أنا أبو هذا السويت السويت عبارة هذا أي نوع من السويتات الحين عبد الله جراند سويت هذا جراند سويت الجراند سويت عبارة عن هذا أول ما تدخل هو يجيك المغسل هذا بديمان وحمام سويت مبنى الكبار هذا في أكبر عنه صح؟ في أكبر عنه أكبر في سويت أكبر من كده وفي السويت الإمبريال اللي هنشوفه بكرة إن شاء الله هاي فالتهم دي حاجة معمولة مخصوص عشان الترحيب بالبيك سيليبريتي خالد يا سلام شكرا جزيلا شكرا جزيلا يا ريت الله يخليك تخلي يفتح لنا الدرايش بنطالع الهست بعد تفتح الكتروني شكرا شكرا على هالترحيب المميز انا يهمني وايد الفيو اكيد هو ما تتخيل هذا الفيو هذا أخوي كنا مساعة واجفين مشاهد الحور هذا أبوي الفندق هذا الخور يقول الطرف اليمين شقق فندقية والطرف اليسار شقق فندقية والمكان اللي نحن فيه هذا هو الفندق هو الغرف وهي البلكونة طولها طول وعرضها عرض يا رب شو توقع هالكثر يا ابو ابراهيم شو توقع يا ربي وين توقع وياهم لازم على املاكك املاك حليلي يا ابوك ما بيين ارقاد في هالمكان انا روحي يا ابوك يبالا 5 تنفار شبري يا ربي شو اسمه السويت ها قلت لي يا سلام هاي بلكونة مشروك فيها الصالة اللي توني صورتها وغرفة النوم نفس المنظر أقول لك عبد الله تعال لو سمحت عبد الله الحين هذا الشقق هذا أنتم مسؤولين عنها في بعضها احنا مسؤولين عنها وفي بعض باع وريد والقسم هذاك بعد والقسم الثاني برضو أيوة. احنا اللي في النص كده ده الأوتيل أيوة. غرف الأوتيل يا سلام يا سلام
تقول لي على تجربة النوم على السرير ده بقى. هذا ما يبغي له، هاي أبوك ما ما بيهون علي حتى أطيح عليه، بيلس على الكرسي ويلس أشاهد الشبرية. أقولكم على فكرة، عرف واحد من ربعي متزندق عقدي قرانة واستوي زفافة وكل شيء في هالفندق، ولينا الحينة متزوج من عام الأول، وكل شهر لازم يجي بحرمته ويباتون ليلة في هالفندق. سبحان الله، ما أدري شو هالرومانسية عدليها كذا، أنا ما أدري. الكوميديين بتاعت هاي غرفة الملابس، وهذا أنا شيء طبيعي. نصير الحين نرويكم الحمام الكرامة. الحمام هذا اللي تشوفونه، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. هذا يقول لك بعد ما هو هذا العود مره شيء اكبر عن اثنين سويتين. ها وين عبد الله؟ المطعم اليراني. لا اريد معلومه تحتم. كم غرفه في الفندق ككل؟ 215 غرفه. 215 يعني 215 غرفه السويتات. 215 غرفه وسويت. سويتات ابنا كم سويت فيها؟ الهوتيل 65 65 65 سويت. وايد كبير يعني هالفندق. كم بالنسبة اليوم الإشغال اليوم اليوم today 75%. تبارك الرحمن، ما شاء الله ما شاء الله. انتوا زايدين على كل الفنادق. الحمد لله الحمد لله. شو ها فندق البحر؟ فندق من فيرزانشي البحر. من البحر هذا هذا المكان اللي نحن ساكنين فيه حين. نحن هني نحن رافدي بالله عليك تعال. نحن وين ساكنين حين؟ انا في الجزء ده هنا كده. نحن هذا وهاي الشقق وهاي الشقق الوينج ده والوينج ده الغرف والسويتات موجوده هنا، فاحنا موجودين. والعود وين منهن؟ اكبر واحد الضخم هي الدلوجو بتاع فيرزاتشي نفس. لا دي ما عليه، هذا هذا اللي فوق. شو ما ده الامبريال؟ شو هذا اللي بنسيل بكره؟ زين انا ما اريد اتحول. لا خلاص هتتصور بس وخلاص. هي تصور بس وخلاص. طب نسير. قالوا لنا قالوا لنا بكره بتسكن بنسكنكم فيه. وانا ابوي من اسكن في مكان ما فيه شلل شناطي واودي شناطي. قلت لهم ابوي ابراهيم انا احنا هني وباكر بنصور السويت. شو اسمه؟ الامبريال سويت. الامبريال سويت بنصير بنصوره. كان شلوا سامان ودوا سامان ما فينا، بالرغم انه اليوم ما في حد، لكن قالوا نحن نفضل انه تباتون في ليله. قلنا نحن انتم فضلتوا وجزاكم الله خير وما قصرتوا. يا غير ابوي نحن ما فدي ما ودي افارج هالشبريه الفنانه، ما ودي. لا 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 عبد الله دخيل والديك خلونا في مكاننا وبكره بنصير مسيرين على الفل. شو اسمه السويت؟ الامبريال سويت. الامبريال سويت. حضرتك لما تشوفه بكره انت هتقول انا هسكن النهارده فيه. زين. عبد الله نحن عطنا 45 مينت بنتمسح وبنصلي بنعمنا الله خير وبنيكم المطعم ان شاء الله. تشرفونا. وص علينا الدكتور. الدكتور هو الشيف. شو اسمه؟ الدكتور منصور. الشيف منصور. زين يلا. First I need to know who are you. I am your personal Patral. Yes, please. Yeah. Any all that day or you'll be here? Myself and my team will be throughout, even daytime, nighttime, they will be here to take care of you. Aywa. You just have to press zero, tell them, can you send my butler? You'll find us next to you. Thank you very much, brother. Thank you. Thank you very much. There's also a number if you can even WhatsApp us or call us directly, sir. Inshallah. أو يسمونها خدمة شيوخية. خدمة شيوخية خدمة شيوخية. لا تقول لي في أي بلاد في الدنيا العودة شيء خدمة مميزة بهالطريقة، ما شيء. والله إننا نحن عايشين في بلادنا معززين مكرمين من أروع ما يكون. عايشين عيشة ما بعايشينها حتى أباطرة الروم هرقل وقطعان وصدقان. هاي أبوي ما بعايشين هالعيشة في أي عجيب. شو قرقع 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 هذا وايد ابراهيم صدرك قرقع قرقع. ها يا ابو كان ما ادري شو يعني محمد وايد من يومين بس جيتي وتروح خلاص
بالباتر تيم يعني هل... نفس التيم الحين بخير يعني؟ لا لا بخير الحمد لله. إبراهيم عيزوني الحين من جيت انت لين الحين ألف سؤال، كل ما فتحت شو اسمه سناب ممكن سناب إبراهيم، ممكن سناب إبراهيم، شو اسوي الحين وياهم؟ هاي وهاي الطلب عليك والحل ما يحتاج يعني ما يعني ايش درى بتاكل علي السوق بتخرب علي؟ مستحيل اخرب عليك يا ريال يا ريال هذا المطعم اللي هو عشان عندهم عبد الله. السلام عليكم. السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. هذا المطعم اللي نحن جايين عشانه. عبد الله نحن نسوي لك برنامج محمد تقديم وياك على برنامج معين مضبوط تمشينا عليه مضبوط. قلنا لك اليوم نبع عشان هني مضبوط باكر وين نبريوك بالعقبة مضبوط. نحن جايين من دار لين ديرك عشان نسوي تور داخل فندق. أكيد نحن نبغي نتمشى في الفندق أكيد برغبتنا وإرادتنا نحن، فلذلك ما نب اليوم بنتعشى هني زين؟ زين. بكرة نتغدى في مطعم مزبوط. نتريق في مطعم نتعشى في ناخذ أفتر نون تي بمطعم وناخذ أفتر نون تي مطعم آخر. تمام زين؟ تمام. هذا حينه المطعم نحن نعرف عنه أن المطعم هذا كان كل شهر يبون شيف كل 3 شهور كان بيتغير الشيف كل 3 شهور آه، انا كاني سمعت انه كل شهر كل 3 شهور كل 3 شهور آه. وحين استقر وخلوه بس إيراني. مطعم ايراني مزبوط ايوه كنا بنجيب شيف من كل حته بالعالم يعني هاي المعلومه الناس كلها تدري على فكره يعني عشان كده المطعم كان اسمه انجما اللغز معناه اللغز هي هذه جلسه خارجيه للمطعم من قبل شوي صورت لكم المطعم من داخل المطعم من داخل جميل ياخذ العقل كان فضلت ان انا اجلس خاري اتوقع انه لان الجو لطيف اولا ثانيا احس ان متولح على ابراهيم ما جلست وياه ولا رمسنا ولا سولفنا ومنيت وانت لك حك 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 لا وين جرجع مناحيز يا ابراهيم ثاني ودي بس سوري زين ان شاء الله الف لا باس عليك كيف منصور سلام عليكم عليكم سلام سلام عليكم ثانك يو فيري ماتش وي ار كامينج سبيشالي تو سي يو اند وي نيد يو تو سيرف اس ان جود فود ويت بليجر ثانك يو فيري ماتش سو انيتايم ويت بليجر سو وي ويل هاف توداي ا بيوتيفول سيليكشن اوف ستارترز هوم ميد ستارترز هوم ميد بريد تشيز اند ذن اور سكند كورسز اند اور سبيشال كورس ذا بيست كبابز يو هاف ايفر ايتن اي بروميس يو Fantastic. So anything is you would like to let me know any allergies you have. No, nobody's allergic from anything. Even if you sleep, we will eat you. Fantastic. Yeah, thank you so much. Thank you. 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 Thank you.
Uh-huh. Yeah. And then if you like, you add our sea salt, of course, on top. Then homemade bread in two kinds. Yeah. Hey. So we have one a little bit Turkish-style bread, one Persian bread, then a dip of pomegranate, tomato, and capsicum, some pickles, yeah? And, of course, the hero of the starters is are our herbs. I add some fresh water to let them grow. Aywa. Now it will grow? Yeah, it will grow. Now it will grow. And that grows in, on the, on top of that table. Everything what you see here, you have as a small bite to enjoy. Subhanallah. Enjoy. Thank you very much. Welcome. Thank you, Chef. بالضبط هذا شو الحين استاذي؟ هذا اورنج بلاش مشروب عاملينه احنا مخصوص بالمطعم نعم عباره عن فيزي اورنج مع ليمون جوس نعم مع ليتل بيت اوف سودا ووتر وايتابل دراي ايس شو اللي فيه المميز؟ شو اللي يستوي يعني؟ انه هو فيري ريفريشنج في السمر و ات ماتشز الكوزين بتاعنا كمان هذا خاص فيكم انتوا؟ خاص فينا Thank you.
وحين هكذا شو اللي استوى؟ الكوتون كاندي اللي كان محطوط حطيناه على التوب. نعم. من العصير ومن الدراي ايس اللي احنا عملناه وطلع المنتج النهائي بالشكل الجميل ده. يا سلام يا سلام، شكرا جزيلا. Let me know what is this now. Great. Now we have a small variation of our starters, the ice cream form. So for you to enjoy all our starters. Yeah? Hey. We have here frittata Persian cuckoo with beautiful edible silver. Yeah. And then a starter out of eggplant aubergine here. Hey. So with deep fried onions. On the other side, you have red beetroot in three different kinds of forms. So foam. The crispy one and the one with yogurt, and then the green one you see is with garlic, roasted in milk and spinach. Enjoy. Chef. Yes. Thank you very much. Welcome. بزلنا بزا هالطباخ الشيف اللي عندهم بزلنا بزا يا بلنا بوي الستارتر من كل شيء عندهم. من كل نوع لكن بأسلوب حديث جميل مطور مكس فيه من كل شيء ويا عين شو تشتهين ويا عين شو تبين. المطعم من داخل قمة في الذوق وقمة في الترتيب وقمة في الهدوء ويعني شيء أوادب لك ما بعد ما سيرت صورة داهم. مطعم وايد كبير وضخم مميز بيني وبينكم جميل. تقدر تشوف الشغل الشغل اللي هم مسوين متعوب عليه يعني مش اي شغل عادي تحس به. وايد مميز مميز مميز. ودي هاي اللي يصلي خالي عادة هاي طاولتنا نحن جلسة برا خارجية جميلة إطلالة مميزة. المطعم خاري يطل على مكان فيو وايد كبير اللي يظهرك من اللوبي الرئيسي يظهرك على حوض السباحة والبحر وين صرنا نحن مساحة. يارك الله إبراهيم يارك الله. يا سلام كل دقيقة بدلون الخبز ترى كل دقيقة طول ما أنت جالس هيلا بيس مساوك. وعلى فكرة هذا لذيذ 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 بليغاس ما أعرف شو اسمه هذا نسيته. شيف منصور could you let me know what is this please. Here we start with kashki badanjan. This is the kashki badanjan. Yeah, I'm sure you know that. So yes, the way I you spoke was 100%. And then? So then we have here red beetroot again with this beautiful foam with rose petals and cumin. Uh-huh. And here salad. It's called shepherd salad. But whatever the shepherd has on the mountains, so we have created the salad from. So and here that's important. This one. The beautiful chips is out of black olives Walla. And potatoes. Yeah, you will love them. And here, that's later also. I'll bring you one for your kebab. This masto khiyar. Masto khiyar. With caviar out of mint and nana. MashaAllah. Yeah. تعال منصور. Yes. Who make all these things? Yeah, I try it. MashaAllah عليك. You should come into our kitchen to see. Allah. And here's borani. Hey. Yeah. Melted garlic. Melted garlic in milk here with spinach and a light powder or snow out of spinach. Thank you very much, Mas. Welcome. البيليان المقلى ارفع عن الشو عن قشر البصل مسوينه وشكله كريسبي. We have one of the classic starter here. It's cuckoo sabzi with candied walnuts and the rest, the barberries. The barberries, the more you eat, the more money and health you will gain for the next year, it said. So about. We should. We should try to find them everywhere. And a beautiful silver again. Hey, we love Allah. Silver. And what about this one? And then, that one is kotlet tehrani with the sponge of onions, chips out of potatoes, and different herbs around to enjoy food.
ثانك يو. والله انا ما اعرف شو اسمه هذا، لكنه وايد طعمه لذيذ وفنان. نسيت والله اللي بيرد على سناب يعرف شو هذا. والله ما اعرف شو، لكنه وايد فنان طعمه. عيب بني انا لحم دياي خضره ما اعرف والله شو شيء ما تعرف. كان يريد هذا وايد فنان. عبارة عن شو محمد هذا؟ شمندر وشي وياه شعر بنات. شعر بنات؟ لا 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 هاي رقوة. شو داخل هذا؟ شمندر. شمندر وشو لي وياه هذاك؟ يوغرت مع شمندر. ده شمندر معمول تشيبس. والله لذيذ لذيذ. والفوم وعليه روز بيتلز يعني زي الفلاورز كده من فوق بس بتاكل، وكمون. هي والله وايد لذيذ. اه حلو جدا. اللي بي من كبو يطلب منه عاده. نسيت شو اسم الطلب عاده هذا؟ ماستو لابو. يا ابو كل اسم مشكله. واحد ماستو. ماستو لابو. ماستو لابو. شو اسمه؟ ماستو لابو. تعال. ما اقول عنك شيء. صعب. لا مش صعب. لا اقول لكم في خاطري اصور هلا على اليسار ان شاء الله ابوك ما يشوفوني. بعد طباخ مرتكز مع علي روس ما ادري شو يسوون. رجال ويا حرمته. ما ادري شو يسوون. شيء يريغ راس، ما ادري شو يصب، ما ادري شو يسوي، ما اعرف له والله. كان ضربني مارو ما لبج الليت جداهم يعرفون اني جالس اصورها. اكيد 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 ابوي كل شيء ولا شيء مميز. شيء غراش يريهن ويصب فيه لقن مناك من صفر، ما تعرف شو بعد يسوي. كل شيء يطبخ، كل شيء فوق، كل حد ابوي حاط لحد كل حد. Selection of our kebabs. Yeah. Kebab Masti, which is premium American beef cubes marinated in yogurt and grilled. Chicken kebab. And kebab Kubide, one of the most traditional Iranian kebabs, where you have minced lamb marinated with saffron, peanuts, made shape of skewers and grilled. Thank you very much. To me, please. Show it to me. So here we have something very traditional Iranian. Uh-huh. We call it tadik. This is the bottom part of the rice. When you steam the rice, the bottom part usually be burned. Can you bring it here, please? Of course. عندك ترى حاجة عندي وانا عين ابو عيني طنوي هافرني عيني طاير ابوي عند اللي عند غيري. لا اله الا الله يا بنادم. تدعو عشو هاي ابوي علاقة. هاي العلاقة. هاي العلاقة. هي والله يوم حب يجيكم قولوا هاي اسمها العلاقة. انت تعرفون اسم علاقة؟ هي والله بالإيراني تاديك. تاديك تاديك. ايوه اللي فور ويدينج. والله هذا ابوي بس الحق المعاريس يبونه. ربيان اند شيرين بولو. شيرين بولو. شيرين بولو is only made actually for special days like a wedding. Yeah. Hey. So all weddings they must have شيرين بولو. سبحان الله. To sweeten their life. أيوة. Yeah. Hey. Then we have our kubide. Yeah. Hey. The kofta is done with wagyu beef. والله. Yeah. والله. Wagyu so, beef. You will it. Melt in your mouth. سبحان الله. You will enjoy it. You will love it. And then we have here caramelized tomato, onion, and chili, and that's the condiment for شيرين بولو. Hey. Yeah. يا ربي. Some carrots. You make us مدلعنا. شوف الإنجليزي مدلعنا. مدلعنا أنت. شوف الإنجليزي مدلعنا. pampering the name. My pleasure. No. Thank you. Hey, والله pampering العنا مدلعنا. This is bagali polo. Bagali polo is with fava beans, dill, and rice. Hey. And then it comes to lamb. Say it again. It will melt in your mouth. It's lamb shank cooked over 36 hours. By 85 degree, slowly, slowly. You see how it? La ilaha illallah. Part. Already the smell. Hey, well. Says everything. So here, on top of شيرين بولو, we add a syrup of cardamom, saffron. And now is the time to enjoy it. Thank you very much, brother. Enjoy. Thank you, chef. حطوا لكم انتوا اول بادي وانا اخر واحد عشان هذا كنت مجبور في التصوير. كنت شيء قايل لهم ايش معنى يعني؟ لا حشه ما تكلم وين ما تكلم انا ابو وانا اخر واحد. والله تو حط يوم يوم جسموا العلاقه يا ابو لي بعد اخر واحد. شكرا عفوا حليله.
تكلم عربي ترى. انت من وين؟ اوكرانيا. اوكرانيا؟ اوكرانيا. ايه ما شاء الله عليك. What's your name? Vladimir. Vladimir. Yes. Vladimir. This is his name is Putin. Putin. Nice to meet you. Unexpected, of course. الأكل أكثر من روعة. الأكل أكثر من روعة. وجميل ولذيذ وفنان وناطع واللحم هاتي والستارتر مالهم من أروع ما يكون. كله زين وفنان. الحين عليا زام لسويت. لسويت عبارة. What's the... So we have found a treasure for you. So and then the earth where the treasure we dig out. Yeah. It's a brownie with homemade vanilla ice cream. And I put the shovel inside to find another treasure perhaps. Enjoy it. Thank you very much. Abdel, hey. We'll do for your life the most famous Persian dessert. Falude. فالودة. هيوة. نسوي الفالودة الإيراني على الطريقة الحديثة بطريقة الشيف نسوي. الانجريدينس كرز. صوص الكرز. سكر. شوغر سيرب. وروز وود. بنعمله فريز هنا بنستعمل الليكويد نيتروجين ايوه درجه حرارته سالب 196 درجه فزي ما احنا شايفين كده ان هو ليكويد زي ما احنا شايفين اهو هنجمده دلوقتي ونعمله شوربه تمام زي نزود بقى النيتروجين عشان يبقى زي الشوربيه كده عاشف ابراهيم هذا ماي بارد ولا ماي حار جرب على ايدك اهو انا عارف طبيعي يا نهار اسود زي ما احنا شايفين الفلوده كده زي ما حضرتك شايف تقريبا جاهزه ايوه الفلودة بنعملها بنعمل معها سيرفيس لسفر مع ايس كريم معمول بلبن الجمال يا سلام هذا ايس كريم مانجو سفر لا. صح زعفران. زعفران. زعفران 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 اول مره اشوف ايس كريم زعفران الف من استوى الدنيا انا اشوفه نفس المانجو لا هذا ايس كريم زعفران يشتهر فيه اهل ايران الفارس مزبوط ايران مانجو ما شيء هنبع عندهم في إيران والله ما يظهر عنده بالهنبة إلا الهنبة هي ولبنان حتى لبنان هي وفلسطين ما يظهر عندهم هي هي كل بلاد الشام ما يظهر عندهم كل أبوي مميز السويت مالهم مميز والفالودة ها كان شيء فالودة منو خذ منها يدي ابو خليل يا رك الله اي نعم شيف منصور ثانك يو فيري ماتش ثانك يو سو ماتش والله ثانك يو فيري ماتش ما شاء الله ما شاء الله يو ار فيري جود جاي ثانك يو سو ماتش فيري كليبر تبارك الرحمن ثانك يو شكرا شكرا يا منصور